يا الله اخوان، هاي السيطرة هي تاخذ قهوة، شوفوها تاخذ قهوة من اللوريات من التريلات. حاولنا نصورهم نشوف شلون راح ياخذون من يمنا. ما بيها مجال اليوم تسهيل امر هكذا. هي ما ليش هذا وصل رحمة لابو عصر تلحق عليها ان شاء الله. عمي هاي اخوان السيطرة، شوف هذا الوصل 5000 دينار، الهينو والكانتر والكية واللوري 15 والتريلة 25 والمايط حتى التايرات يرمونها، الله شاهد ورقيب. وينحجز وتابع الأحزاب، لا حكومية ولا شيء، والتعليق لكم في مال الله.